اهلا وسهلا ومنقول مع السلامه. نعم مع السلامه لكل سم ما بدنا اياه. طلع بالسم وقول له خلي غيرك يشمه. شيله عنا. الحياه نكته. اسمه هلا نسيت ليو بوسكاليا. ليو بوسكاليا من اهم حطوا ليو بوسكاليا من اهم الاساتذه بالعالم اذا مش بس بامريكا. وفات على الجامعه عم بيعلم، سال وين هشام وين مريم وين رفيق وين الشباب. شو بعمل انا هون؟ ترك المدرسه بالجامعه ترك. قال بدي اعلم الناس تحب بعضها. فري هاج، غمروا بعضكم. وصلت حول العالم تبرم هيك فري هاج، انت حر انت حر انت هيك غمره وسك. جيت على لبنان قلت يلا بدي اجربها عندي ببيت السلام. قالت لي لا حط ايده علي هون هيك هيك. قلت لهم ما فينا، كل شيء بنشوفه برا لكل شعب له لغته وله تقاليده وكل شجره وله في وكل غرفه وله زي ما فينا. واحد تاني اسمه نزير عمل فري هاج. قلت له هيك رح يصير فيك بطرابلس ببيروت بالجبال بالجنوب كمان عم بيغمروا هيك عم تغمروا دوسه. نفس الفكرة مثل الرجال قاعدة حد ومرا حط صار يبرحش. قال ما عندك شيء؟ قالت له هون ما في شيء بس نزل اجرك لتحت وفكر بدي يسرق شيء من هون. نزل ايدك لتحت ومعي تشيك بمضي يعني. كلنا عنا هيد بدنا نفكر شو فيهم من برحش من برحش. كل ما برحشته كل ما طلع زبالة طمة. وعرف إن هاي نفايات انت منك نفاية انت اي حب حالك مثل ما انت واحترم اللي فيك وغنج حالك وتعرف على نفسك. وإذا بس بك تتعرف على نفسك انت ميت بس كل ما عرفت نفسك عرفت غيرك. هيدا أنا كمان وهيدا أنا وهيدا أنا وهيدا أنا وهيدا أنا. مشان هيك الكتاب اللي حكيت عنه الماسترد سيد حبة الخردل هيدا انجيل كتبه توما. وتوما كان هيك مثلي بدي افهم بدي احط اصبعه بكل شيء. قال له للمسيح هلا انت يلي كنت على الصليب هلا انت هون. قال له ايه كرمالك ليك هودي مسامير هون مسامير وكلكم تركتوني ما بقي الا ثلاثه نسوان وزكريا حطني بالحجر. قال له جسدي اللي انصلب مش انا، انا كنت معكم بس ما عرفتوني. انتوا بس شايفين السياره بس مش شايفين السواق. بهمكم السياره المفحمه الكبيره مدري شو اسمها وهيدي السياره اللي عندها هالسياره. اسم من اسماء الامام علي او علي بدون اي لقب السائق. فاذا انت السواق اذا وقعت مشكله انا السبب. شو بتعلمني هي؟ شو هالدرس؟ بالآلام تلدين، مش تخلفي يعني، أنت بتولدي. علمني من علمني. كل واحد بهيني أكرمني. هيدا اللي عنده إياه، أعطاني إياه، لينا ينضح بما فيه. بس نحن بنتخانق دايماً على الأواني، ما فتنا بالمعاني. عشان هيك بدنا نضلنا نتسير، بس مش سرسرة. بدنا نتسير. هالكلام يلي بيوعي فيه المقام. هالكتاب حلو كتير، ما في كتاب منه حلو، الكتاب خير جليس. البيت بس فات عليه التلفزيون راح الكتاب، بس راح الكتاب راح القلب. البيت بلا كتاب ميت يا اخوتي. وبلا كتاب انت شو راح يصير فيك؟ بتصير تقرا هالقرمات على الطرقات. شو بحطوا لك دعايات وبتصدق. أنا بعمل رياضة كل يوم ساعة عندي مكنة وبعمل عليها هيك. طيب رح قلكن هلا سامحوني اللي عم ببيعوا هالمكنات تبع الرياضة. عملت نص ساعة أو ساعة رياضة على المكنة. هالمكنة آلة، صرتي أنت آلة عم تتناغمي مع طاقة الآلة. حملوا ولا هالمرة يلي حاملة دجاجة. قالوا لها احملي دجاجة واعملي رياضة على المكنة. ماتت الدجاجة. وحدة تانية ما خبروا عن الدجاجة حملوها طفل. فات على المستشفى بعد ساعتين.
فإذا أنا بدي أمشي إجري على أمي الأرض، نقيني ورقيني للناقة. الله عليه، أنتم شو حيفين على الجبل؟ في ناس بيمشوا على المية بأمريكا، هلأ صار فيه ووتر ووكينج اون ووتر، فاير ووك، ووتر ووك، بيعملوها بالنوايا، إنما الأعمال وبالنيات. خرافة خرافة، لأنه خرافي كان هيك جبار جبرش، كان يبقى زعلان وما هو شو يعمل جبرش 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 جبرش. لأنه إذا أنا زعلانة من رفيق وبيجي بسبه لرفيق، بدي أقضي كل حياتي يحس بندم وبالتوبة ويا الله شو قلت له لهالرجال، ولو سمحني هو ما بضل فيي هون. فإذا شو بعمل؟ نعم، كل هاللي بتشوفون أنت بحياتك إذا شفتن خير لأنك أنت خير، إذا شفتن شر لأنك أنت شر، أنت مثل ما بتشوف. لا تتغير لإرضاء الناس، ولا تتلون لنيل إعجابهم، ولا تتبدل بسبب فشل. كنت بدي أقراها تتبول، تتبدل شو بعده؟ بسبب فشل، ولا تتكبر بسبب النجاح، إنه أنا نجحت بستكبر وأنا فشلت لأنه ما نجحت. صارت تتلون بوجهنا كأنه هون في محل بيع الميك اب، ما في لون منه محطوط على عيني، عن جد جد جد، والرجال هيك بيعمل عينين هيك، هيك بغني. نسيت اسمك، كنت بدي بهدلك يعني، بتطلع هلا على ستار اكاديمي، اسمك علي، علي جابر. ولو يا علي، انا جيت من امريكا وكنت انت المسؤول بفتكر بالتلفزيون المستقبل. ما في مستقبل في هاللحظه. كم مرة بعثت لك إيميل وما جاوبت؟ بس لأنك هلأ مشهور وعيونك تغير وشكلها ويلي بتغني فستانة بمليون دولار ومين بيغني أحلى؟ بشخير الموت بدك تقول يا ريت صدقت هالمجنونة. كلهم في وحدة هيك بتغني أرمانية، بس غني طرطشني نربيشك، شيلوها الأرمن كبوها، ما بتنشهر إلا إذا حكيت عنها. قد ما في كبت. السر في الصلاة أنها لا تغير العالم، الصلاة تغيرنا نحن ونحن نغير العالم. شو هي الصلاة؟ هي صلة، هي تواصل. مش فايتة على الكنيسة أنا هلا بجي بس أخلص الصلاة، هلا بس أخلص المسبحة، هلا أنا بطلع بدي من المسجد أعمل هيك، هلا بخلص الصلاة وبجي. ما كلهم عم نشوفهم على الإنترنت بيبعتوا لنا إياهم. هاي الصلاة؟ ما تخلي مرتك تعرف انك عم بتصلي، ما تخبر مرتك انك صايم. كل بيت في زاوية، هيدي زاوية إلك. ليدي ديانا كانت تقول ولا مرة كنا اثنين بالفرشة، كانت تحس انه منو معها. جسديا ما عطى يخلف منها لان هي من هالعيله وهو من هالعيله وجابوا عله. فاذا الصلاه اول خطوه يشيل الكبت، بروح الفلت، كون صادق مع نفسك. تتذكروا يلي شيخ اجى لعند واحد قال له مرتي ما بتصلي، قال له هلا انا على صلاه الفجر بروح لعندها. راح على صلاه الفجر لقاها عم بتكنس برا، شافته بس اجا نخت اكثر. قال له وينو جوزك؟ قالت له المسجد جوا. قال له شو المسجد؟ قالت له هي الدكانه تبع ابو معروف، دكانه الكندرجي. قال له بس انا شايفه عم بيصلي بالمسجد. قالت له لا، قاعد عم بيحكي مع ابو معروف الدكانجي تبع الصرامه. سمع جوزك قال له مرتك صادقه ونحن الكذابين. قالت له بس فيت انت طلعت بصدري بس انا نخيت. قال لها ايه؟
وقالت له هو اخر كلمه قالها هو على كتفي قبل ما ينوم، بدي روح بكير جيب المصريات من ابو معروف ودينه لواحد تاني بيعطيني اكثر فايز. قالت له هيدا عم بيربي ايتام، مرته ميته وارمل، في ارمله بس رجال ارمل لا، وبيبعث لك دائما هيك احذيه صدقه. قال بس هيك بيعطيني مصاري اكثر. قالت له قاعد بالمسجد بس عم بيحكي معه المصاري العلي منا بالميل، العلي بالعقل وين عم بيميل. أعطوني كل أموالكم. الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم الوحيد بأمة العرب هالمرة، أتحداكم إذا في حدا غيري ولا وقف إسلامي مسيحي درزي كاثوليكي ماروني ما حدا. كل ما أملك شو عم بيعمل للي أعطيته إياهم؟ مؤسسة إنسانية. شو عملت؟ شي مرة بيتلفن وبيسأل مني عزتك؟ قلت له سكر بيت السلام. اتفق محامي مع محامي ما سكر بيت السلام، حطيت محامي تاني وسكرت بيت السلام. كلهم 100% كذابين. الصادق رجع على أمريكا روي كسرواني قال لي ما قلنا حياة بأمة العرب. هذا الوحيد الصادق كان معي، قال لي تعب عمر لي كوخ حدة، وهلأ أكبر عميد بالعالم للناس اللي عم بتموت من أهم الأمراض الإيدز. جاء لعندي سبعة أيام، فات السبت طلع ثاني السبت قلت له ما في كهرباء، قال لي في إجرية وبأمريكا عم بيموت. رجع طلع بالموت واستقبله ورجع شفى بالنوايا. بيقول لي إذا حدا عم بيقول لك خيي مريض ما تردي، إذا المريض شخصياً عم بيحكيك ردي عليه. هني هو صار جريت دين للناس اللي عم بتموت. روي ديستروي غير اسمه تو ديستروي، حلو كتير. فإذا أنت احترم نفسك. إذا أنا ما احترمت نفسي مين بده يحترمني؟ بس إذا بس نفسي بدي أتعرف عليها وأخدم نفسي لشو حياتي؟ فإذا هالكتاب يلي هو الماسترد سيد حلو كتير ومنكفيه. Enjoy yourself، احترم حالك وفرح فيها. Choose the eternal، الأبدية هيدي حياتنا. بتتذكروا لما فات سيدنا عمر وبكي؟ قال له شو بك عم تبكي الحبيب؟ قال له هيدا القيصر وكسرى أنوشروان ومدري مين وهيك عندهم قصور عايشين فيها وانت نايم هيك. قال له هني إلن الدنيا نحن إلنا الآخرة. ومحمد ما عاش الفقر من فقر، عاش الفقر من غنى، استغنى عن الدنيا كلها، شبع منها وشافها، راح أبعد من حدود المحدود، شاف الوجود كله. فيك هالوجود وفينا انطوى العالم الأكبر. You cannot crucify the truth، ما فيك تصلب الحقيقة، ما حدا بيقتلها للحقيقة. اجت لنخبة النخبة، فتش على اللي عم بيفتشوا على الحقيقة. إن شاء الله نقدر نلتقى نحن شي عشرة بهالأمة العربية، ساعتها بيكون عنا بيت، دار المؤمنين، دار الحق، دار الحياة لأمة العرب. مش إحنا إرهابيين أبدا، الإسلام فات بالأخلاق وفات بالعلم. وقت راحوا على الفاتيكان قال لهم بحميكن عنا، ما في فرق بين المسيح وبين محمد، فرق بسيط، هي هي مثل هي مثل هي مثل هي، بس الفرق بالأواني مش بالمعاني. وأخذوا معهم قالوا له مين قالكن عنا؟ قال له محمد. قال له نحن كمان بس ما صدقنا المسيح، شوف شو عملنا. مؤسسة، مؤسسات دينية، مؤسسات إنسانية، مؤسسات تجارية وجنسية ودلوعية. لبنان هيك صار بلد السياحات الجنسية بنا خاص. بشوف اشياء بالاشرفية ما بصدق، بروح على الكراكون قال لي ما تعذبت. التقارير بالجوارير، هيدي بلد سياحات جنسية هون. فإذا ما فيك تغير حدا بتغير نفسك. هين تغير العالم. جحي قال له أنا ما بهتم بالدنيا، يعني بالأشياء البسيطة هيك، مرتي بتهتم كيف بدها تدفع أجار البيت، المدرسة للأولاد، السيارة، الأكل، الخادمة، كل هالشيء، بس أنا بهتم بالسلام العالمي، هذا دوري، بهتم بالقمة القمامة عند العرب كيف بيلتقوا كلهم. لخي الحقيقة بدها يسنو نعم لا،
لشو بتلتقوا الام العربيه والربيع العربي ومدري شو العربي بتلتقوا هون وهون؟ لكلكم تتنافقوا مين الشنطه اكثر؟ تتصرفوا على الشنطتين. شو عملتوا لحد هون؟ ماشي دمار فوق دمار فوق دمار، والحق على مين؟ على امريكا، على اوروبا، على اسرائيل. الحق علي انا اللي بزقف. لا تنتخبوا ابدا نخبه النخبه فيك، صفوه الصفوه خاصه الخاصه. Tomorrow never comes. ما في بكرة. الآن إجا ابنه لسيدنا عمر، وين أبوي؟ قالوا له نايم. قيلوا لي بعد فيقوا. قال له أنت هلأ قلت بدك تقدم الأرض لله وللرسول بكرة، أنت أكيد بدك تكون بكرة حي؟ هلأ قوم، معك حق يا ولدي. وهالأرض ما عنده غيرك كان عم بيعيش منها، بده يعيش مثله مثل أهل البيت كلهم. يا أمير المؤمنين، هلأ يا حرامي الحراميين ويا أمير المنافقين، كل الحكام بسببنا منعتذر منه. أنا بعتذر من كل بناتنا اللي عم ترقصوا هزوا عزوا لزوا نزوا فزوا اللي عم تعملوهم بسببنا اللي عم نزقف لهم. أنا شفتك وقت جيتي على عرس بالسعودية، ما رح سميكي، بعد وجهك مثل ما كان من 30 سنة لليوم، وتشفتروا شفافك وكل شيء وكل شيء وكل ما صار اليوم. اذا الرجال بده يشكوا بده مين يهدي له ايده ويهدي له ايده ويهدي له اجره يهدي له اجره، بعدين يهدوا له شفافه احلى ما يهزوا ويلقوا بده فلتوني. شفت واحد هيك ب 80 يمكن مع وحده بال 20، قلت له تعالي حدي، قالت لي جايب لي سياره لالي وسياره لامي وهيك وهيك. قال لي بس حب لي مني، قلت له ايه مثل ما بيشوف واحد اسد وقوصه بالشمسيه، قال لي لا بكون واحد تاني معه باروده، ايه فهمك كفايه. صرنا بمطرح مستوى ما بقى في احط من هيك. بدها تبرم هلا البرمه 180 فوق بعد هالدمار، دمار شامل، يكون في دمار للجهل ونطلع بدمار وعمار العقل. اعقل وتوكل. Take the challenge، تحدي. بدي حدا يوقف حدي انا وياك نتحدى، ما حدا حدي. نحن اثنين، ما بعرف اذا بنصير اثنين ونص. منصور راح قعد جمعتين بالبحرين، في اثنين ثلاثة بالبحرين اللي اموات كله، ما بدي حدا. هو المسؤول عن مكتبة أنطوان وكل هالأم العربية وبفرنسا وهيك. قالوا له بنزيد لك معاشك وخليك هون والسفر الفرنسي. قال له أبدا أبدا، معاشه بلبنان، بس عندي أمي وبي وأختي ومريم، عندنا أوشو اثنيناتنا. وقت الأوشو ما كان رح يحطوه بمكتبة أنطوان، لأنه إجا كم أبونا وقال إنه هيدا كافر كافر كافرة. قالوا له نحن تجار، هي عم بينباع، يعني أكثر كتاب عم بينباع. لو جيت أنا تنكد المطران أو الخوري أو الشيخ من مكان رجال الدين، خبوه خبوه هيك خبوه، ما تخلي حدا يشوفه، ما تحطوه بالفترينة. بالفترين حطوا كتب يلي فيهم مش شايف عم تهز وتلز. هي اللي وصلنا، هيدا مستويكم مش مستوي. أنا استوى وانطوى فيي وأنت كمان، خيارك بإيدك. عملوا غنية بأمريكا، cucumbers are better than men، خيارة أحلى من الرجال، تشتريها بالدزينة وفي شيء أحلى من الخيارات اللي عم بيعملون. أي باربي بدك تنفخها تعمل بدك إياها فيها، بتنفسها وتنيمها تحت التخت، خلصنا عطسة وراحت. أي ببغة، شفتوا الببغة هلأ كيف عم بيعلموها تحكي و... تكون ببغة. A poet of the ultimate. الوحيد محمد عنده شعور ومشاعر، بس هو شعر، شعر قمة الذروة اللي هي. لهالسبب ما حدا في تقدر يترجم القرآن، بصير كلمات، يعني كلمات هي كلمة بس في شعر. ريسايت، أنا لست بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. زملوني زملوني، يا هيك يا هيك يا هيك، ما بسترجع يقولون. قالت له ثلاثة وكلنا ناطرينك، تعال. من هو صغير عطى إشارات.
كرمالنا مش كرماله. Surrender is the thing. لتكن مشيئتك. شو ما شفتوا شو ما عملتوا لا تسقط شعرة من رؤوسكم إلا بإذن من الله. هالدمار يا مريم وهالأمراض من الله، نعم تعلمنا. إذا ما تعلمت من النقطة بيبعث لك موجة، ما تعلمت من الموجة بيبعث لك المحيط. أنت ادعوني أستجيب. بس هالدعاء منين؟ لا يتعدى اللسان والأذان أو من القلب؟ إذا من القلب بيجي من لب القلب. وفينا انطوى العالم الأكبر. Movement and rest. حلو كتير. شوفوا. منطوف سبعة. طواف في باب مفتوح وبتطلع. بعدين صفا مروة بارالال. بعدين الدائرة. كلهم فينا هون. ثلاث أبواب. جفر. أبو ابن روح قدس. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة حطوا الإمام علي كانوا بالفرد كلهم. واحد ثلاثة خمسة سبعة. كل واحد منكم إذا بتحطوا إجريكم اثنينكم بتشوفوا هالإجر عكس هالإجر، بتحطها هيك بتكمل بعضها، بتحطها هيك بتكمل بعضها. رح حطها هون هالمكنة. ماشي شبابنا بإيدهم هاي الشرقوطة تيلتهوا فيها، ما بالهم، بقعدوا على المكنة ما بدي حدا. بس مد إجري بيتحركوا تيجوا لأن بالوا بهاي اللي عم بيلعب فيها. صارت بإيدنا كلنا. إجرك اليمين وإجرك الشمال عكس بعضهم مع بعضهم. بس وين صار الإنسان؟ باله بالآلة. الصغير الكبير كلها حكمتك آلة وقنت آية. لهالسبب أيها الحق لم تترك لي صديق. بدي إنسان عم فتش على إنسان. كان يقول له اللي بيحورها مليون دولار، هلا في واحد اللي بيحورها مليار وفوق المليار ومنه عربي. في بالعرب كمان هيك قالوا له. ما حدا بيقدر يحاور، العتمه ما فيها تحاور النور، عتمه. النور مطرح ما بتروح بتطفي العتمه. وانا ماني قويه، انتوا ضعاف، اسرائيل منا قويه، نحن ضعاف. ملهيين. ما لقيت حدا عندي بالبيت أعطيه 5000 دولار بالشهر يقعد شي 10 ساعات بالشهر مش أكتر. صور وحط على الموقع الأشياء اللي ما فيني أقولهم على الشاشة. إجا أيوب قلت له تعرف الإنترنت؟ ما أدري شو بيقولوا. جبت له لابتوب عندي واحد اثنين بالبيت. قلت له بتعرف تصور؟ عمل 200 حلقة بيومين ما نمت لا انا ولا هو. قال لي لا بقى تجيبيهم كيلاني. قال لي لا بقى تدفعي لحدا لانك عم تدفعي لهم. هيك صار كلهم بدهم الجيب ما بدهم القلب. بدها بتدفع عشان هيك كلكم عملت ديليت وبلوك واف يو سي كي الا اللي بيبعت صدقه بس من اماطه الاذى الى لا اله الا الله. اخر شيء الميل. بس بعثوا لي ايميل فيني شارك فيه. ما تعلموني شو بدي البس شو بدي احكي، ما بدي ولا كتاب. عندي الكتاب خير جليس عندي اياه. Sailing in rough waves and rough waters. هون علموا اولادكم السباحه وعلموا اولادكم التسبيح وعملوا كلهم غير السباحه اللي بتشوفوها وغير هيدا اللي بتشوفوه. تعرف انه بالنتيجة هالضفة مع هالضفة متواصلين تحت. ما في ضفة غربية وضفة شرقية. الكرة الأرضية عيلة وحدة مثل المسبحة. ما في حبة مثل التانية بس في خيط من نور جمعنا. بس ما حدا بده الحقيقة. ما التقيت بأي واحد لا بهالتلفزيون ولا بغيره. أحلى واحد مخرج هو معي عدنان. ومنه مخرج يعني قلت له بس أنت عم تشتغل من قلبك. قلت له إذا بتشيل عدنان أنا فل. ماشي تحسين صاحب هالمحطة، هيدا المحطة لبيه هالحضرة، الباقي كله موت. قال لهم إذا ما في مريم نام
كله زباله. شو البرامج هاي؟ شعراتهم منفوشين وبتعمل هيك وبيقعدوا بتسرسروا بالنسوان، المهم يجيبوا مصاري، وين عم بيروحوا؟ شو عملنا بالزعيم؟ وين هو؟ وين راحت الاموال؟ الحرام بيروحوا وصاحبه وما في حلال. خلاص الناس عندها هاي بايدها، بيقعدوا بيشوفوا الشر قطعم، ما بيقولوا الا بهاي. مره قاعده عم تحكي هيك حضره وقاعده هونيك. ماشي ايه ما في حدا، اموات 100%. ولو شو ما عملت كم مره ببهدل فيهم، نفس الفكره. على ايام خليل ابو الشوارب كان يشيلهم. راح خليل، راح الخليل، خلصنا. اجا العليل. كل همنا يلي هوت دوغ وواوا، شيلوا هالكبت بقى، حطوا هالعلم، روك كتاب النكاح، ما في امل بامه العرب. برا قالوا نو هوب، خلص ناتشرال سيلكشن، شيلوا. بكل امه العرب قلت له 7 مليار 3 مليار او 4 عرب، ما في حدا قال لي ما بيطلع مع 10. المسيح ما لقى حدا، انت بدك تلاقي. هالقد نحن منحطين؟ نعم. شو اللي وصلنا لهالانحطاط؟ الكبت. خي شيل هالكبت بقى، هالكبت جايب الفلت. هيدا اللي وصلنا مطرح ما وصلنا. بدك التواصل الالهي بايدك، وبدك التواصل ها بايدك، بس انا ماني معك. Thank you.